نتيجة، بس يعني انا بحاول من بداية فترة الاعداد والمباريات ان احنا يبقى لينا شكل معين واسلوب معين وطريقة لعب انت اللي بتفرضها على المنافس، ويبقى عندك شكل يعني دفاعي وهجومي، وتبقى فيها اللعيبة تبقى في حاجة بتتعمل على مدار ال 45 دقيقة او على مدار ال 90، حاجات مكررة محفوظة مش شغالين بيها. وفي نفس الوقت برضو الولاد يبقى عندهم وعي تكتيكي ازاي يتعاملوا في وقت من الاوقات، عايز اعمل زون، عايز اعمل ضغط عالي، اعمل من نص الملعب، من تلت الملعب، يعني في حاجات كتير بنحاول نعملها. طبعا هي محتاجه وقت ومحتاجه برضو الحمد لله يعني في ماتشات كل اسبوع، وبنحاول برضو نعمل ماتشات وديه وبنجهز كل الناس يعني. هو طبعا التريكات دي بس الحمد لله يعني يعني للامانه ان الشيف عبد الفضيل ليه دور كبير جدا في الحاجات دي، ولازم اديله حقه، وهو يعني اضافه بالنسبه لي كويسه جدا. وبنقعد وبنتفق وبنشوف الافضل ايه اللي ممكن ننفذه، بنحاول ننفذه، والحمد لله الولاد عندهم استيعاب. يمكن النهارده جربت اربع خمس افكار في كور الثابته، فالحمد لله. وبعدين خصوصا انت في ماتشات ممكن تلعبها يبقى هو ده الفيصل بينك وبين الفرقه الثانيه، كور ثابته ليك او عليك ممكن تبقى مؤثره. في ماتشات هتتلعب على ترتان ممكن الكور الثابته اللي ليك واللي عليك تبقى مؤثره. الولاد اتكلمت معاهم وقلت لهم دي سنه استثنائيه بالنسبه لكم، ولازم نقفل على نفسنا كويس، ولازم نشتغل كتير، ومفيش مباراه تبقى سهله، كل الماتشات هتبقى كاس بالنسبه لنا. احنا بنلعب بطوله على بطوله من اول مباراه، ويمكن كنت انت موجود بين الشوطين عنفتهم شويه لان ادائنا ما كانش مظبوط والنتيجه كانت قريبه، فلازم احسسهم بالمسؤوليه وان هم مشاركين معايا، وان هو سنه استثنائيه بالنسبه لهم، لازم يثبتوا للناس ان هم لعيبه كويسه، وان شاء الله لما يبقى في اختيارات للمنتخب هتبقى في عدد كبير منهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان انت يعني تديني ماتشين ثلاثه كده كمان، وهتلاقي اللعيبه ادائهم احسن. بس في حاجه برضو احنا الملعب يعني لا عايز عدد اكتر شويه من المباريات عشان برضو يبقى في تثبيت للفريق، في تشكيل الافضل الاحسن، واحنا بنحاول برضو بن كل مكان بنجهز فيه اثنين وثلاثه، وان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. مبارك النادي الاهلي الفوز والكباتن. اما بالنسبه لسير المباراه، طبعا انت حضرتك شفت واكيد الناس كلها شافت سير المباراه، يعني في اتجاه والنتيجه في اتجاه تاني خالص. نادي الاتحاد قدم مباراه كوره محترمه جدا، اسلوب محترم جدا، شكل كمان مميز. رحنا وضيعنا اكتر من فرصه محققه، لكن زي ما حضرتك قلت ان هم قدروا يستغلوا الفرص. ده مش يعني انا مش متضايق من فرقتي، مبسوط جدا منها ومبسوط من ادائها ومبسوط من اللعيبه، ويمكن انا دي مكافاه اجاده بغض النظر النتيجه طلعت سلبيه او ايجابيه. لا، دي فرقه ليها مستقبل في نادي الاتحاد، ومثلت نادي الاتحاد خير تمثيل النهارده الحمد لله. طالما هم بيأدوا بالشكل دوت واستوعبوا الاسلوب بتاعنا وطريقه اللعب اللي بنلعب بيها، في ظل ان دي اول مره يلعبوا جمهوريه، السنه اللي فاتت ما شاركوش، ما عندهمش خبرات سابقه قبل كده، تاني ماتش ليهم دوري جمهوريه، يمكن اول مره نتجمع كفرقه هم ويلعبوا بره اسكندريه نادي اهلي، فكل دي عوامل تخلي اي فرقه تأدي بشكل مذبذب او ما يقدروش يسيطروا على ادائهم في سير المباراه. لكن اللي احنا شفناه والناس شافته حاجه تانيه خالص، اداء محترم، فكر، اسلوب، ما حلفناش التوفيق بس في النتيجه. مبارك لفريق النادي الاهلي على المكسب، بقول الحمد لله على الاداء، يعني اول مره نلعب جمهوريه وبنلعب النادي الاهلي، ثاني ماتش على بره ملعبنا يعني، بس الحمد لله على الاداء، وان شاء الله نقدر نعمل نتائج كويسه في الماتشات الجايه ان شاء الله. النادي الاهلي تقدم علينا بهدف، فاحنا حصل توتر في الفريق ان شاء الله، وقدرنا ان شاء الله نتعادل، والاهلي قدر يتقدم بالهدف الثاني، واحنا ما قدرناش يعني خطوطنا اتفتحت شويه، بس بنقول تقدم علينا بالهدف الثالث، فاحنا اللي قدرنا نعمله عملناه في الماتش، ونقول الحمد لله على النتيجه يعني. انت توفيق ان شاء الله، عدم التوفيق رحنا بكذا كوره وضاعت، التوفيق يعني كان من عند ربنا ان شاء الله. الحمد لله طبعا ربنا ما وفقناش النهارده، وزي ما حضرتك قلت ضيعنا كتير، والنادي الاهلي استغل الفرص اللي احنا ضيعناها، والنتيجه دي في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، ونشكر كابتن محمود على الاداء اللي عمله معانا. قال لنا انتوا احسن وعملتوا مباراه كويسه، وننزلوا نتعادلوا
بس ربنا ما وفقناش والحمد لله طلعنا باداء كويس وشرفنا كل النادي الاتحاد كله. الحمد لله انا بشكر اللعيبه وادينا اداء كويس، وان شاء الله الماتشات الجايه هنثبت نفسنا، والكابتن محمود له فضل كبير علينا، واحنا ضيعنا بس ما كناش عارفين نستغل الفرص، وببارك للنادي الاهلي. اول حاجه ابارك للنادي الاهلي فرقه محترمه، واحنا الحمد لله احنا طالعين راضيين عن نفسنا وعلى الاداء، كابتن محمود عز مبسوط مننا والحمد لله، والنتيجه دي في الاخر بتاعت ربنا. خلينا انتوا جايين ماتش للمتعه، ومتعوا نفسكم وانتوا جايين تلعبوا كوره والنادي الاهلي، وما تخافوش من حد، وانزلوا والعبوا كوره ومتعوا نفسكم. الحمد لله يعني قدمنا ماتش كويس جدا، يعني كابتن محمود تعب معانا الفتره اللي فاتت، واحنا قدمنا اداء جيد قدام النادي الاهلي واسم كبير، يعني مبروك النادي الاهلي. ننزل متع نفسك كوره، والتوفيق ده من عند ربنا، وانزل واعمل اللي عليك ومتع نفسك كوره ومتع الناس اللي بره، ولا كانك خسران ولا كانك اي حاجه، العب وانت قدام النادي الاهلي، العب ما تخافش.